جوانبنا القصير مشاهدينا للصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة اليوم السابع المصرية التي اخترنا منها لكم: سامسونج تقدم هدايا مجانية عند شراء جالاكسي اس 8 في بعض البلدان. من المنتظر أن تعلن شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الجديد جالاكسي اس 8 اليوم، على أن يتم إتاحته للحجز المسبق في ذات اليوم، إلا أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها حتى الآن. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين، التي نطالع منها ميزة في جالاكسي اس 8 سيعجز عنها آيفون. ستطرح شركة سامسونج قاعدة مخصصة لهاتف جالاكسي اس 8 تتيح مزايا متقدمة جدا لا يمكن لأي آيفون القيام بها. القاعدة ستتيح توصيل الهاتف إلى شاشة عالية الدقة وتحويل الهاتف إلى كمبيوتر يعمل بنظام أندرويد. صحيفة الوسط البحرينية مشاهدين عنونت بين صفحاتها: أول رجل شرطة آلي في العالم ينطلق من دبي. عزمت شرطة دبي منذ سنوات على تصدر أفضل الأجهزة الأمنية في العالم عبر تطبيق أحدث التقنيات العالمية في المجال الأمني والمربوطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق أول رجل شرطة آلي يقدم أكثر من 70 خدمة باللغتين العربية والإنجليزية وتطويره ليصبح بست لغات عالمية، وسيتم إطلاقه منتصف العام الجاري. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية: وأوبر توقف عملها في الدنمارك. أعلنت شركة أوبر لسيارات الأجرة أنها ستنسحب مؤقتا من الدنمارك بسبب قانون جديد يلزم السائقين بأن يكونوا مزودين بعداد وأجهزة استشعار لتحديد عدد الركاب لإطلاق الوسادات الهوائية عند الحاجة. وصدر هذا القانون في الدنمارك بضغط من سائقي سيارات الأجرة.